لبست الطاقية وطلعت على السطح. هو اللي شفته كان آخر حاجة توقعها، كان حسام أخو هدى صاحبتي هو على السطح وداخل جوه عشة الفراخ. هو أخد الفرخة بسرعة وجري بها على بيتهم. قربت ناحية السور بتاع السطح وبصيت منه على سطح حسام. هو أنا مستغربة جدا وبقول لنفسي معقول طلع حسام أخو هدى هو الحرامي؟ نطيت السور وراه ونزلت على سطح بيتهم علشان أشوف بيودي الفراخ اللي بياخدها مننا كل يوم فين. هو إزاي هدى ملاحظتش حاجة زي دي وهي عارفة كويس إن حماتي كل يوم تعمل معايا مشكلة بسبب الفراخ اللي بتغيب. وقفت قدام باب الشقة بتاعهم اللي كان بابها مفتوح وانا مش مصدقه اللي شايفاه ولا سامعاه. كانت طنط ام هدى واقفه وبتاخد الفرخه من حسام وبتقول له شاطر يا حبيبي، بس اوعى يكون حد شافك انت بتجيب الفرخه. لا يا ماما ما تخافيش، وبعدين يعني هي اول مره، انا خلاص بقيت خبره. وساعتها خرجت هدى من اوضتها، وهنا كانت الصدمه الكبيره قوي ليا لما بصت لامها والحسام وقالت ها قربت الفراخ تخلص ولا لسه الخير كتير؟ لا يا ابله هدى ما تقلقيش لسه في كتير، وبعدين ما انا قلتلك اجيبهم كلهم مره واحده، انت اللي مش راضيه وتقولي لي هات كل يوم واحده احسن. ومش فاهم ليه يا ابله هدى مش كانوا قعدوا عندنا احسن ما كانوا قعدوا عندهم؟ اخوك عنده حق يا هدى، مش كنا يا بنتي يجيب الفراخ كلها مره واحده وننضفهم ونحطهم في تلاجتنا متنضفين وجاهزين على الاكل؟ نضمن منين انهم ما يبيعوهمش ولا يحطوهم هم في تلاجتهم مره واحده لما يلاقوهم كل يوم بتغيب منهم واحده؟ لا يا امي، كل يوم فرخه احسن، علشان كل فرخه بخناقه مع سناء، وكل خناقه بتشفي غليلي منها اكتر واكتر. ما خلاص بقى يا هدى، ما اللي اخدته منك زمان اديكي اخدتيه وكله بقى ملكك، عايزه منها ايه تاني؟ سيبيها وخليها تروح لحالها. لا ياما، مش قبل ما اذيها وادوقها نفس احساس القهر اللي دوقتهولي. انا عمري ياما عمري ما انسالها ان رفعت فضلها عليا، ولما اختار ما بيني وبينها اختارها هي. كان فيها ايه ياما ازيد مني؟ كان عندها ايه مش عندي؟ ده انا حتى اجمل منها واذكى منها، ليه الغبي ده يتجوزها ويسيبني؟ هو انا اللي بحبه طول عمري ومن صغري. هي بنتي ده نصيب يا هدى، وهي ليها عيش على كتافه واكلته، وهو خلاص رجع لك واعترف لك انك احلى واذكى منها، وانه كان غلطان لما اخدها وسابك. ودلوقتي يلا بقى نضفي الفرخه دي وحطها في الفريزر علشان ما تفضلش تكاكي كده وتفضحنا بصوتها، والكل عارف اننا مش مربيين فراخ. لا ياما، انا داخله اكلم رفعت دلوقتي، قال لي نص ساعه وهكلمك، نضفيها انت بقى، يلا تصبحوا على خير. خلصت كلامها ودخلت الاوضه، وانا كنت حاسه ان الدنيا بتلف بيا من اللي بسمعه. معقول هدى ورفعت هما الاتنين بيخونوني مع بعض؟ دخلت وراها الاوضه. اول ما فتحت الباب ودخلت بصت للباب وسالت مين، ولما لقيتش حد قامت قفلت الباب ورجعت تاني، مسكت التليفون واتصلت برقم. واول ما الخط اتفتح حطيته على السبيكر وقعدت قدام التسريحه، فتحت الدرج وطلعت منه علبه قطيفه، فتحتها وابتدت تتفرج على اللي فيها. هو هي بترد على التليفون وتقول ايوه يا رفعت، عامل ايه دلوقت؟ طمني عليك. اهلا اهلا يا روح قلبي رفعت، انت اللي طمنيني عليك يا قمر، بتعملي ايه؟ هو لا حاجه يا رفعت، قاعده بتفرج على شبكتي اللي انت اخدتها من سناء واديتها لي هديه. يا حبيبتي بس مش كنت سمعتي كلامي وكنا غيرناها وجبنا شبكه جديده على ذوقك انت يا قمر؟ حكيم انا عارف ذوقك. لا يا رفعت، انا حابه الشبكه دي بالذات، وبعدين انت ناسي انها على ذوقي وانا اللي مختارها مع سناء حته حته. الشبكه دي كانت من حقي انا من الاول يا رفعت، وهي رجعت لي زي ما انت كمان كنت من حقي ورجعت لي.
تصدقي انا كنت غبي قوي، كنت غبي يوم ما اخترتها هي وسبتك انتي. هو انا ازاي وقتها ما كنتش شايف جمالك ولا خفة دمك دول؟ ازاي ما اخدتش بالي من صوتك الحنون ده مع انك كنت دايما تكلميني وتسأليني عن اي حاجة؟ معلش معلش يا حبيبتي، حقك عليا. خلاص خلاص يا رفعت، معلش خلاص، كل حاجة راحت وانقضت. انا عارفة انك كنت اعمى وفتحت. ها قولي بقى، هتدفعلي المهر اللي قلتلك عليه ولا لسه مستخسره فيا؟ يا حبيبتي انت كنوز الدنيا كلها، مش خسارة فيكي. المشكلة ان البيت امي ليها فيه واختي كمان، وانا مش هورث امي غير بعد عمر طويل. عايزاني اكتبهولك ازاي بس وهو مش ملكي؟ معرفش يا رفعت، اتصرف، مضي امك واختك على نصيبهم وساعتها هيبقى بتاعك وتكتبهولي. وبعدين يا رفعت انا مش هم البيت ولا الفلوس، انا همي اعرف بالخطوة دي قد ايه انت شاريني ومستعد تضحي باي حاجة علشاني. وبس اتأكد من كده ساعتها وعدك هخليك اسعد راجل في الدنيا، هعيشك ملك، وانا هكون جريتك اللي تأمرها وهي تقولك سمعا وطاعة يا مولاي. ايه يا مولاي ساكت ليه؟ هو اللي يكونش كلامي مش عاجب سموك؟ ها لا طبعا عاجبني ونص، خليني بس اخرج يا حبيبتي وانا هشوف ايه الدنيا وهعمل ايه، وكله يهون علشان خاطر عيونك يا احلى هدى في الكون. خلصت معاه وقفلت السكة وفضلت تقيس في الشبكة بتاعتي ولبست السلسلة اللي ما كنتش بحب حد غير يلمسها، وهي عارفة كده كويس، وفضلت تلمسها وهي باصة في المراية عليها بإعجاب شديد وكأنها أكبر انتصاراتها. وأنا كل ده بشوفه وبسمعه وأنا حاسة إني في كابوس فظيع. معقولة اللي كان بيتكلم ده رفعت؟ معقولة دي هدى صاحبة عمري اللي أخدت جوزي وشبكتي وعمالة تدمر في حياتي؟ معقولة أنا كنت غبية للدرجة دي؟ قعدت على الكرسي حطت إيدي على قلبي بوجع، ولما عملت كده الكرسي عمل صوت، فبصت هدى ناحيتي بخوف، ولما ما لقيتش حد خلعت الشبكة وحطيتها مكانها في العلبة وراحت على السرير ونامت وهي مبتسمة وأكيد بتحلم باليوم اللي هتتجوز فيه جوزي وعيشوا السعادة متهنيين مع بعض. قمت بكل غضبي وصدمتي في أقرب اتنين ليا، فتحت الدرج بشويش وخدت الذهب منه وحقي، حقي اللي عملوا عليا تمثيلية علشان ياخدوه مني، ورجعت للبيت من على السطح زي ما جيت. بس قبل ما ارجع فتحت التلاجة بتاعتهم وخدت الفرخة منها، فرختي اللي مربيها على ايدي، وقررت اني هرجع كل حقي منهم وهدفعهم هما الاتنين تمن الوجع اللي انا حاسة بيه غالي قوي. رجعت البيت ودخلت شقتي، خبيت الطاقية فيها وحطيت الفرخة في الفريزر، ونزلت لشقة حماتي واتمددت على الكنبة زي ما كنت وانا بفكر في اللي سمعته هو اللي عمري ما كنت اتخيله، وحسيت بالندم بياكل فيا اكل، لان كلام اخويا وامي طلع صح وانا اللي بغبائي كنت مصدقه جوزي ومكدباهم. فهمت دلوقتي موقف اخويا من رفعت، وفهمت موقفه من هدى، وعرفت تفسير الكلام المبهم بتاعه والالغاز اللي كان بيقولها لي وخايف عليا من الحقيقه، الحقيقه اللي دمرتني زي ما كان متوقع. فضلت افكر في الورطه اللي ورطت نفسي فيها، وان ازاي اتسرعت ورحت مضيت على نفسي واصل امانه علشان انقذ واحد بيخوني وبياخد مني ويدي لغيري، واحد بيحرمني من الحاجة اللي بحبها علشان يفرح بيها واحدة تانية وهو ضميره مرتاح ومش حاسس بأي تأنيب ضمير، واحد ما شافش مني غير كل خير. قررت ان اروح لاخويا الصبح واقول له ما تبعش حاجة من البيت، واروح للمحامي اخد منه وصل الامانة واقول له احبس رفعت واطلب منه التعويض اللي تشوفه مناسب، انا ما يهمنيش، ويبقى يبيع هو وامه بيتهم اللي هيكتبوا للست هدى، وانا عايزين يبيعوني نصيبي في بيت اهلي علشان اطلعه من السجن. وفعلا جه الصبح ورحت جري على اخويا قبل ما يروح الشغل علشان اقول له ما تبعش حاجه، واول ما قلت له كده بص لي باستغراب وقال لي سبحان مغير الاحوال، اللي شوفك امبارح وشوف اصرارك على البيع ما يشوفكيش دلوقتي، هو ايه اللي حصل خلاكي غيرتي رايك؟ بصيت له وقلت بندم
اللي حصل يا اخويا اني فتحت عينيا وشفت الحقيقة. اللي حصل اني اكتشفت ان انت صح وانا الغلط، واني اغبى بني ادم في الدنيا. انا اتأكدت ان رفعت بخني وهيتجوز هدى. خلصت كلامي ودموعي نزلت. لا يا سناء، انت مش غبية يا حبيبتي، انت طيبة وقلبك ما فيهوش ذرة خبز علشان تشوف الناس خبيثة فاكرة ان الكل زيك، وده اكبر غلط. مش عيب ان الست تقف جنب جوزها وتفديه بروحها كمان، لكن انت كنت مغمية عينيكي عن حاجات كتير قوي. الحرص واجب مع كل الناس، حتى مع اخوكي، حتى مع ابنك اللي انت جايباه من بطنك. الواحدة تقف جنب جوزها بكل ما تملك، لكن تبقى مفتحة وتشوف المواقف وتحسبها صح، وتحسب كل خطوة قبل ما تخطيها وتأمن نفسها. ده حرص، حرص يا سناء، مش خباسة ولا قلة أصل منك لجوزك. بقولك إيه، أنا هروح معاكي للمحامي ونحاول ناخد منه الوصل وخليه يستمر في القضية. وفعلا اليوم ده أخويا أخدوا أجازة من شغله، ونزلنا أنا وهو روحنا مكتب المحامي، لكن للأسف ما لقيناش المحامي. أخدنا بعض وروحنا العادل في المستشفى، وهناك قال لنا للأسف يا جماعة أنا اتصلت بالمحامي وهو قال لي أنه خلاص خلص الإجراءات ورفعت كلها ساعتين وهيخرج. معلش يا جماعة عذروني، سؤال يعني تطفلي، هو إيه اللي حصل؟ يعني إيه اللي حصل وغير رأيك يا مدام سناء من النقيض للنقيض؟ بصيت له ومن وسط دموعي حكيت له اللي حصل، هو إني اكتشفت خيانته ليا وإنه بيضحك عليا وهيتجوز صاحبتي. بصلي عادل بحزن وقال لي معلش ما تزعليش، انت المفروض تفرحي علشان ربنا نور بصيرتك وفتح لك عيونك على الحقيقة. وصدقيني اللي زي رفعت جوزك ما يتزعلش عليه، ده بني آدم لا عنده دين ولا أخلاق. أنا مرضتش أوضح لك المرة اللي فاتت علشان ما خربش عليكي، مع إني حسيت إنك بنت حلال وطيبة وما تستهليش تكوني على ذمة واحد زيه. جوزك يا مدام أغلب الأيام ما بيجيش المصنع، عامل مشاكل مع طوب الأرض، ملموم على ست كبيرة أكبر منه في السن، أرملة وبيضحك عليها وبيسحب منها فلوس ويصرفها على الستات التانية. كذا مرة صاحب المصنع يكرشه من المصنع وإحنا نتوسط له ونداري عليه، لكن المرة دي صاحب المصنع حلفني بالله إني أقول له الصراحة، وأنا ما كدبتش عليه. سألني رفعت كان موجود في اليوم الفلاني وجه المصنع واشتغل ولا مضى ومشي زي كل يوم، وأنا قلت له الحقيقة وإنه ما كانش في المصنع يومها. ولما رفعت عارف جاني وعمل معايا خناقة كبيرة قوي وشتمني بأمي وأبويا، ولما رديت عليه عمل فيا اللي انت شايفاه ده. بكيت أكتر وأنا بنصدم في البني آدم اللي أنا متجوزاه كل يوم صدمة أشد من اللي قبلها. أخدت أخويا ومشينا، وطول الطريق أفكر في الخسائر اللي خسرتها بسببه وكنت لسه هخسرها، لكن أخويا واقف جنبي وكان مطمني ومحسسني إن رغم غلطي ده كله إلا إنه مش زعلان مني، ولسه غلاوتي في قلبه زي ما هي، ما تأثرتش باللي عملته معايا. كان عايز ياخدني على بيت أبويا، بس أنا قلت له لأ، هروح على بيت رفعت، في حاجات عايز أعملها وحساب لازم أصفيه الأول. وفعلا رجعت وقلت لحماتي ان ابنها خارج، فرحت قوي، طبخت واستنيته وكأن شيئا لم يكن. ووصل اخيرا استقبلته امه بالزخاريت، وبعد ما سلم عليها وعلى اخته جالي وفضل يبوس في ايدي ويشكرني على وقفتي معاه، ودي كانت اول مرة ابصله باحساس ميت وكأنه واحد غريب عني مش طايقاه ولا طايقة قربه، لكن مثلت عليني فرحانة بخروجه قوي وعملت اني مصدقاه. شوية وجت هدى بحجة انها جاية تبارك لي على خروج جوزي، والاول مرة الاحظ بصته ليها ولمعت عينه وفرحته وهو شايفها، وهي كمان عينها كانت بتلمع بنفس الطريقة ونفس الفرحة وهي بصاله. وسألت نفسي انا ازاي ما خدتش بالي من حاجة واضحة وضوح الشمس كده. هدى قعدت جنب رفعت ودلال، هو حماتي، هو انا دخلت اعمل لهم العصير، وبعد ما قدمته ليهم قلت لهم اني طالعه شقتي اغير هدومي. طلعت ولبست الطاقيه ونزلت، وقلت اما اشوف حماتي وبنتها على علم بالموضوع
ولا هم كمان زي حالاتي ما يعرفوش حاجة. نزلت وقعدت وسطهم وأنا مستعدة للصدمة، وفعلا اللي عملت حسابه حصل. لقيت حماتي بتقول لابنها: بس بصراحة يا رفعت، سناء وقفت جنبك وقفة محدش يوقفها أبدا. رد عليها وهو بيمسك إيد هدى وبيبوسها: سناء مين يا أمي؟ هدى هي اللي فضلت تزن عليها لحد ما عملت كده. هدى هي صاحبة الفكرة وهي اللي قالت لك عليها وأقنعت بها سناء، ولو حد وقف معايا يبقى هدى، وهي اللي وقفتها ما تتنسيش. سناء دي مجرد صنم، حجر شطرنج أي حد يحركه زي ما هو عايز، لا ليها شخصية ولا عندها مخ تفكر بيه، وعمرها ما تيجي حاجة جنب هدى حبيبة قلبي. دلال ردت عليه وقالت: سبحان الله، دلوقتي بس عرفت قيمة هدى. ما أنا ياما قلتلك هدى أحسن مليون مرة من سناء، وانت اللي صممت يا اخويا تتجوز سناء، قلت يا اما سناء يا اما بلاش. كنت حمار يا دلال، كنت حمار وما فهمتش غير دلوقتي. خلاص يا بنتي يا دلال، اخوك عرف غلطته، هو هدى بتحبه طول العمر وقاعده مستنياه. وناويين على ايه بقى؟ انا عايزه الجواز يتم بسرعه علشان تجيبولي حفيدي. انا مش عايزه بس غير اني اشيل عوضك يا ابني قبل ما اقابل وجه كريم. قريب قوي يا امي، بس شد حيلك معايا كده. أنا هاخد شقة في منطقة بعيدة وهاخد هدى فيها، ومش هنجيلك غير بحفيدك. حماتي ابتسمت بسعادة، حتى دلال اللي ما كانتش بتطيق هدى ابتسمت بفرحة، والكل كان مبسوط بالجوازة. وأنا الهبلة الوحيدة اللي كنت مصدقة تمثيلهم عليا وإنهم بيكرهوها فعلا ومش طايقينها. أتاريهم بيصرفوا نظري عنها وبيبعدوا الشك عن دماغي. طلعت بره وقلعت الطاقية وخبيتها بين هدومي ودخلت عليهم وكأني ما سمعتش حاجة. قعدت وسطهم عادي وابتسمت بوجع وانا بتفرج على تمثيلهم المتقن. مشيت هدى، وفي الوقت ده كان رفعت عايزني اطلع مع شقتنا. بصلي وقال لي: مط يلا يا حبيبة قلبي بقى، انا تعبان وعايز ارتاح. ايه هو انا مش وحشتك ولا ايه؟ لا طبعا وحشتني يا حبيبي، بس معلش بقى، امك رجلها مكسورة واختك نومها تقيل، وامك بتحب بالليل تدخل الحمام كتير. انا هنام هنا على الكنبة زي كل ليلة، وانت يا حبيبي اطلع خد دش وغير هدومك واقعد فوق ولا نام براحتك. انا بصراحة مقدرش اسيب حماتي حبيبتي لوحدها. يلا يا حبيبي. طب خلاص يا ستي، مدام انت عايزة كده يبقى براحتك، تصبحوا على خير. وافق وطلع، وطلع شقتي وهو بحاول انه يبين لي انه متضايق، لكن عينيه بتقول غير كده. وطبعا انا عارفه انه هيلاقيها فرصه علشان يكلم هدى ويسهر معاها طول الليل، يرتبوا لحياتهم ومستقبلهم مع بعض. فضلت سهرانه افكر هعمل ايه واتصرف ازاي، وفي الاخر اهتديت لفكره ونويت اني انفذها بكره. وفي الأثناء دي سمعت صوت وشوشة جاي من أوضة الدلال. لبست الطاقية واتسحبت بشويش وفتحت الباب ودخلت. هي شافت الباب اتفتح واتقفل تاني، فكرت الهوى، قفلته كويس وقعدت على السرير ومسكت التليفون وقالت: خلاص يا رامي، بكرة في نفس الميعاد هزوغ من المدرسة واجيلك يا روح قلبي. طبعا تنوري يا حبيبتي، بس اعملي حسابك وهاتي معاكي اكل، الشقة ما فيهاش اكل خالص، وانا ما اشفر على الاخر، وحياة ربنا ما معايا ولا ملي. هي عم، وانا من امتى يعني بخليك تدفع حاجة؟ ما تقلقش هجيب لك احلى اكل معايا وانا جاية. خلاص يا قلبي، اموت واعرف بتجيب الفلوس دي منين، وامك ابخل من البخل وكل الناس عارفة الحكاية دي. وهي يا ابني لازم تديني الفلوس بنفسها يعني؟ نعم امي بخيلة، بس انا بعرف اخد الفلوس بطريقتي، وهو في كبش فدا هو اللي بيشيل المصايب كلها، العبيطة مرات اخويا. والله يا بنت يا دلال، مرات اخوك دي بتصعب عليا قوي، كل مصيبة تعمليها وتلبسيها ليها. يلا ربنا يعيننا على فعل الخير.
ما يصعبش عليك غالي يا غالي، معلش اصلي لازم يكون في كبش فدا كده تدافع بيه عن نفسك علشان تعمل كل اللي نفسك فيه. المهم يلا يا حبيبي تصبح على خير، هسيبك انا بقى دلوقتي علشان انام لي ساعتين واصحى لك فايقه ورايقه. قفلت معاه ونامت مبتسمه، وانا خرجت من الاوضه زي ما دخلت. قعدت في الصاله وانا حاسه اني بحلم، معقوله كل ده بيحصل من ورايا؟ هو انا كنت عايشه حياتي عادي، هو لا كاني في حاجه. حسمت امري وقررت اني من بكره هبدا تنفيذ فكرتي اللي فكرت فيها علشان اخد حقي من رفعت ومنهم كلهم. استنيت الصبح يطلع بفارغ الصبر وقلت لهم ان امي تعبت فجاه ولازم اروح لها، وبالفعل خرجت ورحت بسرعه على السوق واشتريت خيط صوف بنفس الوان الطاقيه، وبالليل بعد ما الكل نام ابتديت اشتغل فيها وعملت واحده شبهها بالظبط في اقل من ساعتين ثلاثه. وتاني يوم استنيتهم كلهم خرجوا، دخلت شقه حماتي وكانت بتتكلم مع رفعت بخصوص جوازه من هدى. دخلت المطبخ وانا لابسه الطاقيه وابتديت اكسر في كل حاجه. جه رفعت على المطبخ جري، كانت الحاجه بتطير قدامه وتتهبد على الارض. هو خاف وطلع يجري على حماتي، فضلت تصوت وهي شايفه الطباق والحلل بتطير في الهوا وتترمي تحت رجليها. كل شويه تمسك المفتاح اللي في رقبتها وتتاكد من وجوده، والظاهر انها شكت في الطاقيه. اما رفعت كان هيعمل على نفسه حمام من الخوف، ومن وسط خوفهم امه بصت له وهي بتقلع المفتاح من رقبتها لاول مره وبتديهوله وبتقوله انزل البدروم يا رفعت وهات لي الصندوق الاسود الخشب، قوم يا ابني بسرعه اوام. هنزل فين دلوقتي يما؟ انت مش شايفه اللي بيحصل؟ ده الظاهر كده ان البيت فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابني اسمع كلامي، ما هو الصندوق اللي بقولك عليه هو اللي فيه تفسير لكل اللي بيحصل، ولو اللي انا شاكه فيه طلع صح يبقى اللي عرفت بيه هي اللي بتعمل كده. يلا يا ابني بسرعه قبل ما البيت يدشدش فوق دماغنا. اخد جوزي المفتاح ونزل على البدروم جري، وانا نزلت وراه ومعايا الطاقيه الجديده. ابتدى يدور على الصندوق، استغلت الفرصة وقفلت باب البدروم وطفيت النور ورجعت الطاقية اللي انا عملتها بالصوف للصندوق ولفتها زي ما كانت، وبعدها سبته وخرجت. رجعت لشقتي تاني واستنيته هناك، رجع بالصندوق واداه لمامته وقعد جنبها يتلفت حواليه بخوف. حماتي بسرعة فتحت الصندوق واخدت نفس عميق وهي شايفة الطاقية جواه، قفلته تاني وابتدت تتلفت حواليها وهي متأكدة دلوقتي ان اللي بيحصل مش بسبب الطاقية. قمت بسرعة وانا لسه لابسة الطاقية وزقت الشماعة وقعت، صرخت حماتي ورفعت قام جري طلع على السرير وهو بيصرخ ايه يا امي اللي بيحصل ده؟ فهميني، اقسم بالله ما انا فاهم حاجة، صندوق ايه وطاقية ايه اللي انت بتدوري عليها؟ اقعد يا رفعت اقعد وانا هحكي لك، دي لعنة جدك عصفور الله يجحمه مطرح ما راح. اللي بيحصل ده بيعاقبني علشان حاولت البس الطاقية وانقض العهد. عهدي ايه يا امي وطاقية ايه وجدي عصفور مين؟ انا مش فاهم حاجة. هفهمك يا ابني كل حاجة. بقى يا ابني الطاقية اللي في الصندوق ده معمول عليها تعويذة وعهد، ولازم اللي يلبسها يبقى من نسل عصفور نيته بيضة وقلبه طيب ويعمل الخير لكل الناس ويرد المظالم وحبب الناس في بعضيها. قال ايه جدك عصفور عملها مخصوص علشان يعم الخير في البلد، انما طبعا انا بصراحة ربنا عايز استخدمها في حاجة تانية، اسرق بنك، اوقع الناس في بعضيها، اخد حقي من اي حد بلسن عليا، انما طبعا عشان انا ناوي على كده فلو لبستها هتبقى لعنه وتحط عليا. علشان كده يا ابني في يوم ما فكرت اني البسها واروح اسرق بنك هو اجيب لك الفلوس واطلعك من السجن، جدك عصفور كان هيخنقني، واللعنه والتعويذه والعهد اشتغلوا عليا في البدروم وكنت هموت لولا ان البت دلال ومراتك سناء هما اللي انقذوني من ايديهم.
بقول لك ايه يما، انا بصراحه ربنا مش مصدق اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي. ولو صحيح دي طاقيه لخفه، انا هلبسها واعمل بيها اللي انا عايزه. ده لو كده، لو هيكلفني الامر حياتي يما زي ما انت بتقولي كده. طب ده احنا بالطريقه دي نقدر فعلا نسرق بنك، نسرق محل ذهب. يما ده احنا ممكن نبقى في حته تانية خالص. جدي عصفور ايه وهباب ايه؟ اوعي كده، هات الطاقيه انا اللي هلبسها، وانا من هنا ورايح هبقى مليونير. الله يسامحك يما، كل ده عارفاه وساكته طول السنين دي. هي يا ابني، ما انا ما كنتش ساكته، وكان اللي انت بتفكر فيه انا كمان بفكر فيه، ونفسي اعمل كل حاجه. طب ده انا لو كان عليا كان نفسي البسها واسرق البنك المركزي كمان. لكن يا ابني افهم الاول، قبل ما تلبسها التعويذه والعهد بيقول ان لازم تكون ناوي على خير، واللي في قلبك الطاقيه بتحس بيه وبتعرفه. علشان كده انت نيتك وحشه، يعني معنى كده ان انت لو لبستها هتحصل لك مقاسي يا ابني. ده انت ممكن تتخنق وتروح فيها. اسكتي يما، جدي عصفور ده الله يرحمه هو اللي يجحم روحه، كان راجل مجنون ومتخلف. هو في حد برضه يعمل طاقيه ويكلفها التكلفه دي كلها علشان يصالح الناس على بعضيها؟ ما ان شاء الله عنهم ما تصالحوا. قال يعم الخير في البلد. قال هو فاكر نفسه افلاطون وعايش في المدينه الفاضله؟ بقولك ايه يما، جدي عصفور ده كلامه ما يمشيش عليا، ولا كلامك انت كمان. ده انا من دلوقتي هبقى في حته تانيه خالص. اما يما لو الكلام اللي انت بتقوليه ده صحيح، ده احنا كده هنبقى بنعيش ونموت واحنا معانا فلوس فيها ما بتخلصش. وبدون مقدمات رفع رفعت الطاقية وحطها على دماغه، وما سمعش لصراخ أمه اللي كانت بتحاول تمنعه بأي طريقة وتقوله لا يا ابني، يا ابني حرام عليك، يا ابني أبوس إيدك أبوس رجلك، يا ابني أنت هتهلك، إيه التعويذة صعبة قوي يا ابني، يا ابني أنا اللي مجربة كل حاجة وعارفة جدك عمل إيه، يا ابني أنت كده بتنقض العهد، يا ابني حرام عليك استنى بس. لكن للأسف رفعت زق أمه بعيد ولبس الطاقية، وفضل يبص لنفسه في المراية وهو مستني إنه يختفي. كان جواه حماس مالي قلبه، لكن أمه وقعت من طولها وسكتت خالص لما شافته لبس الطاقية ومفيش أي حاجة حصلت له، وواقف زي ما هو قدامها ما اختفاش. حماتي اتصدمت صدمة عمرها ودماغها بتودي وتجيب، يا ترى التعويذة والعهد والكلام الكبير قوي والشغل الجامد اللي معمول على الطاقية راح فين؟ وابنها ما اختفاش ليه؟ ويا ترى سناء هترجع حقها ازاي؟ ومن الواضح كده ان الامور اتعقدت اكتر واكتر واكتر. علشان كده بقول لحبايبي استنوني بكرة في الحلقة الأخيرة. دمتم في حفظ الله.